احنا عارفين انه الاهلي والزمالك واللقاءات التي لا تتوقف والاحباطات التي لا تتوقف برضو من بعض اللاعبين ومن بعض من اداء بعض اللاعبين وبعض المشجعين يعني، لكن الاهلي والزمالك بيعقدان موقفهما في دوري ابطال بيعقدان عفوا عقدوا الموقف ليه؟ لأنه النهاردة الأهلي خسر بهدف نظيف أمام سان داونز الجنوب أفريقي، وامبارح الزمالك كانت فيه خسارة واضح أنها كانت محبطة جدا للمشجعين أمام الوداد المغربي بنفس النتيجة. الأهلي عنده 4 نقاط، الزمالك عنده 2. احنا عارفين انه مشجعي الاهلي والزمالك مش في احسن حالاتهم اليومين دول، فخلونا نفهم ليه الموقف اتعقد وليه الحكايه بتتغير بشكل درامي كده من الناقد الاستاذ احمد درويش الناقد الرياضي. اهلا بيك. اهلا بيك يا دكتوره ديما، اهلا بكل مشاهدينك وكل مستمعينك. طيب طبعا بطوله افريقيا واحده من البطولات العزيزه جدا على كلا الفرقتين، ليه بقى احنا شايفين انه في اداء كده ما هواش موفق او ما هواش قدر توقعات المشجعين، وايه التأثير لهذه الهزائم على فرص الفوز؟ بالتأكيد طبعا الزمالك النهارده ودع بطولة دوري ابطال افريقيا رسميا بعد فوز بيترو اتلتيكو على فريق زجردة. كده الزمالك عنده 2 وما عندوش اي حظوظ، بقى يودع البطولة رسميا بخسارته من الوداد المغربي، يعني كده خلاص بيترو اتلتيكو 10 والوداد 9 والزمالك كده فاضل ماتشين تحصيل حاصل لا قيمة لهم، وبالتالي الزمالك كده اول واحد من الفرق المصرية ودع المنافسات بشكل رسمي. باقي الاهلي عقد موقفه وصعب موقفه شويه، لكن الاهلي موقفه مختلف شويه عن الزمالك، الاهلي انه جمع 4 نقط وكمان الاثنين اللي بينافسوه الهلال السوداني والمريخ السوداني كل واحد فيهم عنده 4 نقط، لكن ميزه الاهلي فرص الاهلي اقوى ليه؟ لان الاهلي هيلعب الماتشين الجايين مع المريخ ومع الهلال السوداني هنا في مصر على ملعب الاهلي والسلام، وبالتالي الاهلي في حال الفوز في الماتشين يصعد مباشره. وكمان الاهلي ممكن يعني ليه حسبه ثانيه، ممكن ب8 نقط يصعد وممكن ب6 نقط يصعد، لان الفرقتين هيلعبوا برضو فريق سان داونز، وبالتالي الاهلي عنده فرص قويه وحظوظ قويه للصعود. لكن اللي مزعل جماهير الاهلي ان في تباين وفي اختلاف في مستوى الاهلي، يعني مش معقول الاهلي يكسب بيراميدز 3-0 وبعد كده يروح يخسر من سان داونز 1-0 وقبل كده خسران على ملعبه من سان داونز بنفس النتيجه، وبالتالي جمهور الاهلي ما تعودش ان الاهلي حامل لقب في اخر نسختين انه يخسر ذهابا وايابا، وبالتالي من نفس حاجه الفريق. مش معتاده ومن نفس الفريق حاجه مش معتاده، وبالتالي هناك غضب اهلاوي طبعا من جماهير النادي الاهلي، لكن موقف الاهلي نسبيا افضل او على ارض الواقع هو افضل بكثير من الزمالك اللي ودع البطوله بهزيمته على ارضه من الوداد المغربي امبارح. إذا يعني التداعيات يا دكتوره دينا، التداعيات ايه بقى؟ ان احنا الاهلي والزمالك هم قوام منتخب مصر، وبالتالي احنا عندنا ماتشين في قمه الخطوره امام السنغال 25 و29 في المرحله الاخيره والختاميه من تصفيات كاس العالم. يعني ماتشين يعني حضرتك تقصد انه الاداء المتواضع لكلا الفرقتين محبط كمان في توقعاتنا لاداء المنتخب. بالتاكيد حضرتك ده قوام منتخب مصر، يعني لما تشوف لعيبه الاهلي والزمالك اللي بيمثلوا 70% من قوام منتخب مصر بهذا الشكل وبهذا السوء، لازم نحط ايدينا على قلبنا ولازم مستر كيروش وجهازه معاون يحط ايديهم اكتر على قلبهم، خايفين خصوصا ان انت النهارده برضه عندك خبر مش لطيف، اصابه محمد صلاح وخروجه في الدقيقه 63 في ماتش ليفربول امام برايتون، وبالتالي كل الظروف مش لطيفه، هزيمه الاهلي والزمالك، اصابه صلاح مش عارفين موقفها ايه حتى الان. طب احنا عايزين نسال حضرتك عن محمد صلاح بقى تحديدا، مش بس عن اداء المنتخب، النجم محمد صلاح بالنسبه لنا وقصه بقائه أو رحيله عن ليفربول وكأنها تخص كل واحد فينا، لو بقى فإحنا هنبقى حاسين بانتصار صلاح في المفاوضات، ولو رحل في حاجة عاطفية كده من صعود صلاح الشديد. قول لي بقى تفسيرك للتصريحات اللي رايحة جاية من يورجن كلوب ومن رامي فارس الوكيل محمد صلاح، عفوا رامي عباس وكيل محمد صلاح، وقول لي كده تفسيرك للتصريحات اللي رايحه جايه انه يورجن كلوب بيقول انه احنا ليفربول قدم اخر ما عنده لصلاح
وكيل صلاح لما بيرد بحاجات مبهمة كده على تويتر. اشرح لنا بس الكواليس. طيب نشرح للناس الموقف ايه عشان تبقى الناس عايشة معاك القصة وفاهمين الموقف ايه. هو قبل مباراة ليفربول وبرايتون سؤال يورجن كلوب عن اذا ما كان النادي ممكن يقدم المزيد لمحمد صلاح عشان يعملوا عقد جديد. الراجل المدير الفني قال ان ليفربول عمل ما بوسعه انه يحتفظ بمحمد صلاح، والكره الان او الموضوع الان في ايد محمد صلاح. الكلام ده طبعا بس هو قال برضه عشان نبقى منصفين، قال ما فيش اي اسباب تدعو للقلق في هذا الموضوع، يعني بالنص الواحد يعني. الكلام ما عجبش رامي عباس او استفز رامي عباس، او كلمات كلوب ما عجبتش رامي عباس وكيل او مدير اعمال محمد. رد بسرعه بتويتر او بسخريه كده ايموشنات ضحك دون اي تعليل. طبعا ده مش هيمر مرور الكرام، لان الصحافه الانجليزيه والاعلام الانجليزي لما بيشن الحرب او لما بيدخل جيم توتر يعني. في صحفي مهم جدا اسمه رومانو. رومانو ده خبير انتقالات في لاعبين في اوروبا كلها مش في انجلترا بس. ده اهم صحفي بيغطي الانتقالات في اوروبا، فصحفي موثوق منه يعني. قال ان محمد صلاح عايز يقعد او جايته انه يقعد في ليفربول بس مع تحقيق شروطه. ان بالوضع ده محمد صلاح ممكن ما يقعدش. محمد صلاح بياخد كام يا ست الكل؟ بياخد 200,000 جنيه استرليني اسبوعيا. وعاوز 450 او طلب. نقول ليه؟ محمد صلاح ترتيبه هو رقم 15 في اعلى اجرا في انجلترا، بعد لعيبه ما حققتش ربع ما يقدمه محمد صلاح مع ليفربول او غير ليفربول. يعني لو تقول ان القايمه تبدا بكريستيانو 510 وتنتهي بلعيبه مستواها لا يتناسب مع ما يقدمه محمد صلاح، بياخدوا اضعاف محمد صلاح، وبالتالي الرقم اللي طالبه محمد صلاح وفقا لان هو لاعب بقاله 5 سنين في ليفربول، واخد الهداف مرتين، واخد احسن لاعب في انجلترا، وحقق معاهم دوري، وحقق معاهم بطوله دوري ابطال اوروبا، وبعدين محافظ على نفسه كل سنه بيجيب اكتر من 20 هدف. ويعني حضرتك من المؤيدين لنظريه انه ادائك هو اللي بيحتم اجرك، والحديث عن الاجر ما هوش كلام مادي بس، لكنه في جزء من تقدير. قيمه التسويقيه لمحمد صلاح ارتفعت مع نمو ونضوج محمد صلاح ويقدم مستويات. فرقم 400,000 استرليني اللي هو طالبه محمد صلاح رقم منطقي جدا. طيب بالنسبه لظروف السوق حاليا، طيب بالنسبه لظروف ليفربول كنادي، هل ده رقم منطقي؟ انا اعتقد ان 400,000 استرليني ليفربول مش هيقدر يقدمهم محمد صلاح في الفتره الجايه. وانا اعتقد ان الموسم محمد صلاح طبعا عقده بينتهي نهايه السنه الجايه مش السنه دي. انا اعتقد ان محمد صلاح مستقبله مع ليفربول مش هيكون الطف حاجه، او هيعيش اخر سنه ليه مع ليفربول يا نهايه السنه دي اذا كان في عرض نادي يقدم يشتري محمد ليفربول من ليفربول زي باريس سان جيرمان مثلا، او مانشستر سيتي زي ما يقال في خفاء او في الكواليس، او محمد استنى لحد ما عقده ينتهي السنه الجايه. وانا ما اعتقدش ان ليفربول لو ما نجحش انه يجدد محمد هذا الموسم، اعتقد ان محمد هيرحل في مطلع الموسم الجديد. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ويبقى يعني ابننا يعمل اللي هو عاوزه، احنا 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 معاه في قراره ايا كان. بشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي الاستاذ احمد درويش. وتاني المتابعه للمفاوضات وطريقه التفاوض طول الوقت، ارجوكم ما تاخدناش لفكره شوف بياخدوا كام، لانه في بعض الناس بتختزل الحكايه كلها، ويعني هو مش مكفي كذا، يعني الحكايه مش كده خالص. لان انا ساعات الواحد بيقعد يسمع طرق من او انماط من التفكير غريبه، لكن زي ما استاذ احمد قال وزي ما المنطق بيقول وزي ما مقاييس السوق بتقول، ادائك هو اللي بيحدد سعرك وقيمتك. محمد صلاح قبل ما يتفاوض على الرقم الرهيب اشتغل واجتهد وعمل هذا او هذه المعجزه الكرويه اللي اسمها محمد صلاح. فخلوا بقى قصة محمد صلاح زي ما احنا كده بنستلهم منها حاجات كتير، خلوها تبقى هي طريقة التفاوض. لسه امبارح في الحلقة كنا بنقول اشتغل كويس واطلب مرتب اكتر، اشتغل كويس واعمل شغل كويس قوي للمؤسسة اللي انت بتشتغل فيها
واطلب حقك في وقت غلا وزياده اسعار. ده منطق طبيعي جدا للامور، لكن من غير بقى ما اشتغل كويس، من غير ما اعمل احسن ما عندي، من غير ما اتطور جدا جدا، يبقى الكلام والحديث عن الفلوس كلام مادي بحت زي ما احنا احيانا بنفسرها.